وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفه الى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدره الصناعيه وتوفير فرص العمل وذلك في اطار عمليه التنميه الشامله على مستوى الجمهوريه جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء القائم باعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله القائم باعمال محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري، والسيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تم في هذا الإطار عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيزها. من خلال المناطق الصناعيه المختلفه المزمع اقامتها في المنطقه بالتعاون مع الشركاء الاجانب فضلا عن استعراض القطاعات الصناعيه المستهدفه في هذا الصدد وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده والوقود الاخضر خاصه مشروعات الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ كوب 27 في هذا الإطار. وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية. وكذلك توفير امدادات الطاقه الكهربائيه في هذا الاطار بالاضافه الى تعزيز الجهود القائمه لجذب الاستثمارات الاجنبيه الى المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس في مجال انتاج الطاقه النظيفه وذلك لتعظيم الاستفاده من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناه بما يساهم في ان تصبح من المناطق الرائده والجاذبه على مستوى العالم في هذه الصناعه البازغه